كون صليتي؟ هم سنظل بالصراعات. صرحتي بمنع القناء بمدينة بابل، تصريح غريب، شنو قصدتي من عنده؟ هاي الحقيقة، منعوا أي فنانة أو فنان يصير أي كرنفال يصعد على الستيج يقولوا له أنت تعالك فنان، من يوصل الفنان يقول له غني أغاني وطنية فقط. زين، هذه بابل، أم التاريخ، أم مهرجان بابل اللي كان يستضيف. عفوا، الوطنية قلتيها منمقة لو هو أكو شيء ثاني؟ لا، دي يقولون غنوا بس أغاني وطنية. وطنية. زين، الفنان يعني عنده أغنية ثانية يريد يغنيها، فنان أغنية عن الحب، أغنية ثانية ما يغني. هل هذا صحيح إنه صدق المنع؟ طبعا منع، طبعا، وأنا أكرر وأقول المنع، لا حد يقولون كذب، لا، أني ما أخاف فقط من رب العالمين، واللي يخص بلدي هذا بعد خطأ.